تقول له وما يزعلش. وانت بتنصح الشخص اللي انت بتنصحه لازم تنصحه من نفس الحتك، يعني من نفس الليفل، من نفس المستوى، يعني تنزل له بالنصيحة. ما تتعاملش معاه أساسا. اللي بيغلط أو اللي عنده عيب بيبقى حاسس أصلا بعيبه على فكرة، وبيبقى حاسس بمشكلته، وبيبقى ساعات كتير قوي يعني مش مبسوط منها. فبلاش تتعامل مع الشخص وانت تنصحه من ليفل كده اللي هو أنا جامد وأنا ما بغلطش وأنا حكيم وأنا بنصحك عشان أنا فاهم أكتر منك وعارف أكتر منك وأحسن منك. أوريدي ده إحساسي بالدنيا، يعني هو أوريدي بيحس إن هو أقل منك كتير. فانت لازم تنزل لمستواه. وممكن كمان لو ده عزيز عليك قوي تقول له او تدعي او تقول له عن حاجه فيك عيب مثلا انت كنت بتعملها وبطلت تعملها، حاجه شبيهه، او تقول له انا كنت بعمل كده بس مع الوقت اتعلمته وشفته وجربته ولقيت ان ده احسن. يعني ننزل للناس اللي بننصحهم عشان ما نحسسهمش ان احنا احسن منهم وبالتالي ما يتقبلوش مننا النصيحه. لما تقرر ان انت تنصح حد لازم تعرف مدى العلاقه بينكم عامله ازاي. يعني مثلا ما ينفعش واحد ماشي في الشارع اقول له لا خلي بالك اصل انت مش عارف فيك كذا، بنطلونك مش عارف ماله. لا، لما تقرر تنصح حد لازم تكون المسافه اللي بينكم تسمح ان انا اديك نصيحه. وطالما المسافه اللي بيني وبين هيدي صداقه، لما الاقي في هيدي عيب اقول لها هيدي انت عندك العيب الفلاني ما تصلحه، وظهر عيب تاني هقول لها زي ما هي تعمل نفس الموضوع. ما ينفعش اقول لها مره واحده هيدي انت عصبيه ومش عارف صوتك عالي ومش عارف ومنفسنا لا فعلا يعني هي خلقت ربنا. انت بتتكلمي عليا انا؟ لا يا فتي انا عصبيه ومنفسنا. يا مؤيد عزيزي الناصح اللي بتنصح، اللي ماشي تنصح اصحابك، اصبر الصبر. يعني مش معنى انك نصحت صاحبك ان انت منتظر منه انه تاني يوم يتغير يبقى بني ادم تاني. على فكره ما فيش حد بيتغير في يوم وليله، اخلاقنا ما بتتغيرش في يوم وليله، عاداتنا طباعنا ما بتتغيرش في يوم وليله، عيوبنا ما بتتغيرش في يوم وليله. فاصبر، يعني ما انتش مدرس في الفصل اللي هو انا نصحتك امبارح بكره الصبح عايز اجي اشوف قدامي بني ادم تاني. ما تبقاش خنيق، ادي اللي قدامك الفرصه والوقت انه يستوعب النصيحه ويفكر فيها ويقتنع بيها ويفكر ازاي هينفذها وياخد وقت عقبال ما ينفذها ويتغير. ده كله واخد وقت، هياخد وقت. فيعني اما تنصح النصيحه خلاص يا اخي انت بتعمل خير ورمي البحر، مش لازم بقى تقعد له على الواحده كل شويه وتشوفه اتغير ولا ما اتغيرش وتراقبه ويحس ان هو قاعد مراقب طول الوقت وخايف يخرج معاك ولا مش عايز يتعامل معاك، عشان هتشوف وهتبقى حاطه تحت المنظار كده اتغير ولا ما اتغيرش. لا كده كتير، موضوع يخنق بزياده يعني.